السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه imagine.art. هنيجي هنا ونبدأ نكتب احنا التكست اللي احنا عايزينه، ويحول لنا بقى البرومت دوت لحاجة احترافية، صور احترافية. هقول له جنريت، فتطلع عندنا الصورة بالشكل دوت. تمام، مجرد ان انت كتبت تكست طلعت لك الصورة دي. الصورة دي مش بتاخدها كوب من اي مكان، فموقع جميل جدا. طيب خلينا نقول له مثلا ده الاسبكتر ريشيو، طبعا مش مدينه كل الحاجات، الباقي ممكن يكون بفلوس. تمام، هنا بقى ممكن تختار بقى مثلا ايمجين في 4، خلينا في 5 مثلا. طب هنا خلينا في دوت. تمام، طيب تقدر تزود ستايل، لو انت حابب مثلا تخليها مثلا بستايل جاتا. تقدر تعمل اكسبورت للملفات بتاعتك. نيجاتيف برومت عبارة عن ايه؟ ان صور معينة انت عايز تستثنيها، فممكن تعمل نيجاتيف برومت ما تدخليش حاجة معينة في الصور. طيب خلينا نكتب له برومت تاني. السيت ده عبارة عن ايه؟ مدى الالتزام بالصورة الاصل، او اللي انت عايزه ينطلق في الخيال، يعمل صور ممكن ما تكونش قريبة قوي من اللي انت عايزه، بس هو ايه بيجتهد زيادة عن اللزوم. ماشي، طيب خلينا بقى نقول له ايه، انا عايز اعمل ايمج ريميكس. هنزود صورة وهو بقى يبدأ يدمجها مع الكلام اللي احنا هنكتبه. ممكن يكون في مبنى عاجبك لكن انت عايز تعمل له صور اضافية. خلينا نشوف في الداونلود. مثلا الصورة دي انا عملتها بذكاء صناعي من موقع تاني، lookx.ai. بيقول لي ممكن تعمل كروب، يعني ممكن تستثني جزء معين او ممكن تاخد الجزء كله زي ما انت عايز. واقول له جنريت. دي حاجات لسه ما اضافهاش، انا لقيت زرار جديده قلت نشوف هم يمكن يعمل حاجه جديده. هم مخططين ان هم يعملوا ليرات، مخططين ان هم ممكن اب سكيل للصور وهكذا. طيب لو الصوره عجبتك عادي زي اي صوره على النت، تدوس عليها رايت كليك وتقول له سيف اس. طلعت الصوره بالشكل دوت. تمام، ممكن نجرب بقى نديله حاجه تانية. هسيب لكم البرومت ده اسفل الفيديو، وتبداوا تجربوا مع اي موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي، يعني مش لازم البرومت ده للموقع ده، لا يعني براحتك زي ما انت عايز. وممكن الغي ديت لو انا عايز ريبليس ايمج، بحيث ان انا يعتمد على التكست ما يعتمدش على الصوره. زي ما انت شايف هو فهم ان تو تاور وفي بريدج بينهم، عمل الصوره دي كلها. ولو دوست جنريت هيعمل صوره ثانيه خالص، والصورة دي ممكن ما تلاش على النت نهائي. طيب ممكن تعمل من هنا داونلود، ممكن تعمل من هنا فول فيو بحيث تشوفها بشكل اكبر بالشكل دوت. ممكن تقول له اب سكيل بحيث ان هو يعمل حسابه ان الصورة دي هيتعمل لها زوم فتبقى بشكل اقوى. ومديني معلومات عن الموديل والبرومت اللي احنا استخدمناه، هو بيحمل الصورة بس. فزي ما انتم شايفين تقنية جميلة جدا، تقدر ان انت تستخدمها بسهولة. يعني مع حد دلوقتي ما قاليش يدفع فلوس ابجريد ديت، اظن عشان تاخد الامكانيات اعلى، لكن ممكن تستخدمها بالامكانيات الموجوده بشكل كويس. تمام، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله يعجبكم. ده السعر اهوت. تمام، هي هحط لك وصل مارك لما تحمل الصوره. تمام، الستاندرد بتاعه $1000 في السنة، ده الستاندرد. البيزك $70 في السنة. الاندرويد اكسس بس لسه غير مسموح بيه. تمام، دي الاسعار. الموقع دوت فيه امكانيات برضو حلوة قوي، AI Magic Tools. عبارة عن ايه؟ ان انت مثلا بترفع صورة وتقول مثلا انا عايز اكسبند ايمج. اكسبند ايمج يعني ايه؟
يعني صورة عندك وبتقول له حاول تتخيل لو احنا غيرنا العدسة هيجيب فيها ايه تاني. تمام، في ان يحافظ على الشكل المعين ويغير الباقي، يعني ممكن يحافظ على المنتج ويغير خلفية او العكس. تمام، ممكن ايمج ريمليكس يبدأ ياخد منك صورة ويعدلها، ممكن يخليها كرتون، ممكن يخلي لك كذا. تمام، طيب انا مثلا ممكن تقول له انا عايز صوره مثلا زي كده، ففي شويه امكانيات حلوه في الموقع دوت. تمام، تقدر ان انت تعملها بسهوله جدا وان شاء الله تعجبك.